ومعنا في الاستوديو لمتابعه هذا الموضوع الخبير في شؤون الروسيه والاوكرانيه رافائيل ابراهيموف. سيد ابراهيموف، سنبدا يعني من التصريح الاخير، وهو يعني موقف رئيس الوزراء الاوكراني بتحميل موسكو بانها يعني تدفع باتجاه فعلا قيام حرب توصف منذ بعض الوقت بانها يمكن ان تكون حربا عالميه ثالثه. ربما هذه قد يجدها البعض مبالغه، لكن هل فعلا الوضع خطير جدا في يعني على الحدود الاوكرانيه روسيا؟ طبعا انا افكر ان الوضع كان خطيرا منذ اسبوعين. فالقوات الروسيه هي فعلا على الحدود الاوكرانيه وتقوم بالمناورات العسكريه، ولكننا نتساءل ماذا يعني كان في رغبة روسيا أن تتدخل في أوكرانيا. وبصراحة أنا لا أفكر أن روسيا يعني جاهزة على هذا، لأن يعني مسألة شبه جزيرة القرم وانضمام هذه الجزء الجديد إلى روسيا، طبعا هذا كلف روسيا النفقات الضخمة جدا، وروسيا لم يعني تستطيع أن تستوعب هذه المرحلة، ولذلك يعني روسيا ليست جاهزة إلى أن يعني يتصرف حيال هذه المناطق. ولكن ما حصل هناك يعني هذه السابقة يعني سابقة شبه جزيرة قريم هي خلقت العقيدة الوطنية داخل روسيا، يعني العقيدة. وهذا المكان كان فاضي منذ انفكاك الاتحاد السوفيتي السابق ويعني إفلاس إيديولوجية الشيوعية. طب إن كانت روسيا غير جاهزة يعني عسكريا للخوض في غمار حرب جديدة بموضوع أوكرانيا، لماذا إذن التصعيد؟ يعني بالأمس كان هناك تذكير بمسألة جورجيا وأوسيتيا، وكيف يعني كان التدخل الأمريكي الداعم لتبليسي وغيره، يعني كان هناك استعادة لهذه الفترة وللوضع الأمني وتبعاتها أيضا سياسية. أيضا هناك كلام عن أن فعلا القوات الروسية مستعدة يعني عسكريا لدخول في غمار هذه المغامرة التي يصفها البعض، أو كما أنت تقول أنها غير جاهزة. يعني استثمار هذا الموضوع في السياسة ما هو بالتحديد، وأين يستثمر من قبل الرئيس الروسي مثلا؟ أنا قلت إن روسيا غير جاهزة يعني من الناحية السياسية، ولكن إذا كان هناك الاستفزاز، يعني إذا كان هناك إذا تطورت الأعمال يعني على عمليات والأحداث في أوكرانيا بصورة غير متوقعة، ففي هذه الحالة ربما قد تكون روسيا مجبورة على أن تتدخل. ولكنه يعني لا أعتقد إن هذا يعني من أغراض روسيا. فإذا كانت هناك القوات الروسية في حدود الأوكرانية فأفكر إنها يعني موجودة هناك يعني كي لا تتطور الأحداث في أوكرانيا إلى إراقة الدماء، ويعني تكون هذه العملية الموعدة للإرهاب يعني أقل تأثيرا على السكان الناطقين باللغة الروسية. يعني لابد من التحاور مع الأمريكيين بهذا الخصوص، بهذا الموضوع. يعني إن كانت غير جاهزة سياسيا كما أنت تقول، إذن هذا التصعيد والمبالغة ربما في إظهار الجهوزية يعني العسكرية هو لاستثمار الموضوع بنوع من تسوية مفاوضات اتفاق معين. صحيح، روسيا الآن يعني تحاول إيقاف كل ما يجري هناك، وربما يعني روسيا تحتاج إلى المساعدة بنفس الدرجة كالسلطات الانتقالية الأوكرانية تحتاج إلى المساعدة تسوية هذا النزاع. وهناك شيء آخر، يعني كان اليوم الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم الألمانية أنجيلا ميركل، ويعني تحدثوا عن إمكانية عقد لقاء جديد، وذلك بين يعني بممثلي روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي. ولكن مهما كانت الاقتراحات، مهما كان يعني النصائح،
على كل حال على السلطات الانتقالية الأوكرائينية لابد عليها أن يعني تتفاهم مع السكان الروس في هذه المناطق، لأن لا أظن أن روسيا تسيطر على كل هذه المناطق من الناحية يعني من ناحية توجيه أعمالها وتوجيه أعمال هذه زعماء الجدد الذين يفعلون هناك، كمثلا بونوماريوف وهو وحده زعماء في دونيسك، وقال يوم يعني ليلة أمس في حديث صحفي أدلى به وكالة الأنباء دوشت روسيا المستقلة، قال أنهم يأملون أن يحصلوا على المساعدة من روسيا، وهذا يدل من جديد على أن روسيا يعني ليست متدخلة أو ليست يعني نشيطة في هذه المسألة، فربما هي نفسها تحتاج إلى أن توقف الأمور عند هذا الحد ولا تكون هناك يعني أي توترات وإشعال النار يعني للحرب الأهلية. شكرا لك سيد رافائيل إبراهيموف الخبير في الشؤون الروسية والأوكرانية.